أمي؟ سركان؟ شو عم تعملي هون؟ أنت منيح ابني؟ أمي أنا ما عاد أتحمل، ما عاد أتحمل، رحت على قبر هاندا. شو؟ رحت على قبر أختك؟ إيه بس ما لقيتها فيه، القبر كان فاضي. معقول فاضي؟ يعني الكلام اللي قاله نادر مزبوط؟ ما بعرف بس ما لقيناها هنيك، القبر فاضي. هاندا، يعني هاندا لساتها عايشة؟ عن جد عايشة؟ مستعد ادفع كل شي عندي لحتى تكون عايشة، صدقيني بدفع عمري امي. هاندا بس كيف هيك؟ يعني انا شفتها بعيوني، وانت كمان كنت هنيك. يعني كاظم حملها واخدها جثه، مستحيل انسى المنظر. ايه امي بعرف، انا كنت هنيك، والله كنت هنيك، بس ما عاد فهمت، هي مانا هنيك، القبر كان فاضي. حكيت مع كاظم شي؟ امي كاظم ما دفنها. شو؟ كيف يعني؟ كيف ممكن يعمل هيك شي؟ حكمت، هو قال له لحكمت مشان يدفنها، كاظم ما كان وقت اندفنت. آه لهيك حكمت ومرته ما سألوني وين ممكن تكون هاندا. وليش برأيك ما سألوا؟ أنا عملت كل شي بقدر عليه كرمالك أنت. طيب روقي، هلأ يلي صار ماشي. كاظم مخبي شي، ونادر كمان. أنا لازم أعرف كل شي أمي، وبدي لاقي أختي، رح لاقيها لهاندا. لاقيها. عمتي؟ معقول سمعونا؟ عمتي انكسر الإزاز. شو عم بيصير؟ كنتي عم تتسمعي علينا؟ بابا فاتت الإزازة بإيد عمتي. انتي منيحة؟ انتبهي حبيبتي، في إزاز بسيطة، لا تخافي، بسيطة. بنتي أعطيني إيدك، قومي تعي. عمتي انتي منيحة؟ منيحة، ما فيني شي. يلا ما في شي، لا تخافي. عم تشربي حليب؟ فرجيني سخنتيه منيح؟ لا أخدته لماما، بركي إذا شربت الحليب بتتحسن بسرعة. برافو عليك، تعالي نعطيها إياه. أمي ليكي جبت لك حب. ماما نايمة حبيبتي، منجي بعد شوي، شو رأيك انتي تشربي؟ بس انا عملت لها يالا ماما، وحطيت لها شي بقلبها مشان تطيب بسرعة. عسل؟ لا، حطيت لها حبي. امي عطول بتقلي هيك، الحب بيفيد كتير، حتى للعالم السيئين كمان. ما حق بابا، بركي امي ما شربت الحليب. بلا بتشرب، هي رح ترجع تحبني مثل قبل، صح؟ حبيبتي الأمهات بيحبوا أولادهم بكل الأوقات، بس هي ما لأمي الحقيقية، ممكن ما ترجع تحبني. لا شو هالحكي، أمك بس متضايقة شوي حبيبتي. بابا مين أمي الحقيقية؟ شو يعني مو ناوية تنامي هلا؟ أعطيني الحليب لحتى أشربه. لا بابا لا تشربه، أنا عملته لأمي لو سمحت. طيب
بس تشرب ماما الحليب رح تضيف فورا. حطي لها الكاسة جنبها. عم توجعك؟ لا. بدك نروح على الدكتور؟ لا ما في داعي، هو جرح صغير، ما في داعي أبدا. كيف صار هيك دخلك؟ يعني في شي ضايقك؟ لا، دقيت بالبرواز بالغلط وبعدين وقع على الأرض وإجيت لمه مثل ما شفتي. وقع بالصدفة عند باب غرفة أخوك ما؟ كنت عم تتسمع علينا؟ لا. بلا، عندك فضول مو هيك؟ بدك تعرفي شو عم بصير. عندك فضول تعرفي شو عم بصير هون. لاحظت انك ما بتحبي كتير لنادر، بس ما في مشكلة، لا تخافي منه. بفهمك، يعني انت قلقانة علي مو هيك؟ منشان هيك انت لحقتيني. انا فكرت انك معصبة من نادر بيك، كنتي مزعوجة وقلت بركي بتكوني بحاجتي. لا انا ماني بحاجة حدا ابدا، عم تفهمي علي ولا لا؟ انا بقدر اتخطى كل شيء، انتي ما تشغلي بالك. واذا صار شيء بخصك انا ساعتها بخبرك، تمام؟ تمام. انتي بس اهتمي بحياتك الحلوة، هيك بيكون احسن إلنا كلنا، فهمت علي؟ تمام. لا تشغلي بالك. سلامتك. لحظة، صرتي أحسن مو؟ أحسن. شوفي، إذا وجعك شي كأنه وجعني إلي كمان، تذكري هالشي. إيه، صارت أحسن. شكراً، تصبحي على خير. وأنت من أهله. وين ما كنتي يا بنتي تعي، بترجاكي تعي وخلصيني من هالعذاب كله. آخ، وأخيراً ما عم صدق إنه رايحين وخلصنا كل شيء. زهرة لسه ما فاقت؟ ما راح يصير لها شيء. يعني طبيعي يصير فيها هيك؟ ماما شيرمين، أنت ليش بتنقي كتير؟ ما راح يصير لها شيء، هلا بتفيق وبيرجع لها وعيها، لا تخافي. بتحكي وما عاد تسكتي. مين ما اتصل سكر التليفون بوشه، أكيد هذا كينجو عم يتصل، أعطيني التليفون، أعطيني خليني أكسره. خيال عم تتصل لازم. لك لا تردي، هاتي التليفون. طلع قدامك. يا ربي دخيلك. ألو؟ أوف، الحمد لله وأخيرا رديتي. ألو؟ خيال؟ خالتي شيرمين؟ نحن مشغول بالنا على هاندا، ليش مو هي اللي ردت على تليفونها؟ خالتك شيرمين؟ سكر التليفون بقى، سكري. طلع قدامك. لك عمل لك سكر التليفون يلا. هذا صوت قدير، ما شو صاير عندكم؟ بنتي نحن رايحين واخدين زهرة معنا. شلون رايحين؟ لوين رايحين؟ خيال، مين يلي رايح؟ رايحين لمكان بعيد وما عاد نرجع لهون. خالتي شيرمين لحظة، وين رايحين؟ فيك تخبريني؟ ما عندي حل ثاني خيال، ما فيني اترك زهرة عايشة عند عيلة كورت أغلو أكتر من هيك. بنتي يعني ما عاد فيني خلي زهرة تاخد مكان هاندا أكتر من هيك. ما حدا بيعرف شو عملوا ببنتهم، وبالنهاية بجوز يأذوها لزهرة كمان. مين بتكوني انتي؟ خيال شو صاير؟ شو عملوا بهاندا خيال؟ طلعت زهرة بنتها؟
خيال، أنا عم أسألك شو صاير، فهميني. أمي؟ شو حبيبي؟ لك أنا رح جن خيال، جاوبيني أنت ليش ساكتة؟ جينجو، قصة شوليا هي اللي رح تخبرك كل شيء. يعني ما رح تحكي لي شيء؟ شو صاير هاندا؟ شو صاير؟ أنا مالي هاندا. أنت بتعرفيها؟ لا ما بعرفها. لانسي زهرة قصدي نفس اللي بتنادوه لأنتو هاندا. أنا خطيبة. خطيبة؟ هاي الحقيقة، أنا خطيبة. طيب لكن شو رح تقولوا عن هاي الصورة كمان؟ بتكذب الصورة شي؟ هاندا شو صاير؟ وقفي وخبريني ليش هيك عم تعملي؟ ما في شي بنوب. هاندا استني واحكي شو عم يصير، فهميني. أنا عندي كتير حكي لازم أحكي لك يا أساساً فيك تحكي لي كل شي. شو صاير هاندا؟ قولي شو ما بدك تقولي. هاندا شو ما كان اللي بدك تقولي ما رح يمنع حبي إليك أبداً. يلا أحكي. شو ما كان؟ انبسطتي؟ خربتي كل الأمور. ارتاح راسك؟ ليك، في رجال أخذ التليفون من خيال وسمع كل شيء قلته. كتير منيح، قلتلك لا تردي على التليفون. ما بتردي، ما فيك تخبي شي بتمك. اي والله مانك معقولة. أكيد هاد يلي مع خيال هذا الأجدب جينجو. بس منيح هيك، منيح، خليه يسمع كل شي، من هلأ ورايح رح ينساها. حبيبتي شوفي انت بخير يا بنتي؟ شو صاير؟ كيف يعني شو صاير؟ ليكن رايحين. لوين رايحين؟ لوين رايحين؟ ما رح وقف ابدا. شو مجنونة؟ كل شي انكشف خلاص، الكل عرفوا انه رايحين. انا ما رح روح لمكان هانتا لساتا عايشة. انا بدي انزل وقف السيارة. ولك كيف عايشة يا بنت؟ ما اخوها قتلها، ما بتعرفي؟ شو عم تحكي انت؟ فهمي شو عم اقول، هذا تسجيل الفيديو، في اعتراف منه شخصيا بيقول فيه انه قتل اخته. سيد جينجو ليش ما عم تفهم علي؟ قلت لك قصة شوليا تعبانة كتير وعم ترتاح. قلت لك فيقيها. ما بقدر فيقها. شو القصة؟ ليش هالضجة؟ جينجو خير؟ شو في؟ هلا بدك تخبريني شو عملتوا بهاندا. جولين فيك تروحي هلا. شو؟ بعرف انه البنت اللي جبتيها مانا هاندا. شو عملتوا بهاندا؟ لا عاد تخبي شي ست شوليا. اساسا زهرة راحت لعند امها، الكل صار بيعرف اللي صار. لك انتو اي نوع من البشر احكي؟ لك انتو كيف بتعملوا هيك؟ ليش كذبتوا علينا؟ ليش؟ ليش خبيتوا الحقيقة عنا؟ احكي يلا. روح اسأل ابوك هالسؤال، لا تسألني انا. قلت أنا لازم روح. وين بدك تروحي؟ ليكي لا تخليني اندم إنه أعطيتك هالفلاشة هلا. وبلكي عملوا لك شيء إذا رحتي، خلص بلا ما تروحي. بدي روح واجه هديك العيلة لآخر مرة، بعدين رح سلم هذا اللي بإيدي للشرطة، هيك منخلص. لك مشان الله، قتلوها للبنت وبعدين حطوكي مكان هاندا حتى ما حدا يعرف اللي عملوه، فهمي؟ شو إلك شغل بهداك البيت؟ هديك الحياة الكلة كذب، شيليها من راسك، شيليها. أه.
على مين عم تدوروا بالضبط؟ صباح الخير اختي، انت عايشة هون من زمان؟ ايه، وليش عم تسألوا؟ عم ندور على صاحب هذا البيت. وشو بدكم بصاحب البيت؟ في شي يعني؟ هو رفيق قديم قلنا. ايه بس انا ما بعرفكم ابدا. اختي نحن بدنا صاحب البيت، صاحبه. اسكتوا لك ولا بكسر راسك والله. اختي لو سمحتي اهدي، رفيقي ما فهم عليكي. هذا البيت إليك؟ هالبيت إلي من 40 سنة. طيب إذا سألناكي عن مستأجر قديم رح تعرفيه؟ جرب اسأل لنشوف إذا بعرف مين هو ولا لا. اسمه حكمت، استأجر البيت من 7 سنين، بتعرفيه؟ حكمت كان عنا، بس ما بعرف إذا من 7 أو 10 سنين. كان زوجي وقتها لساته عايش وكنا بغير بيت، إجا واستأجر هذا البيت ودفع الأجار سلف وما عاد رجع لهون أبداً، ترك وراح. كان معه حدا؟ ما بظن، القصة صار لزمان ما بتذكر. معه بنت اسمها هاندا، طولها متوسط، سمرة وحلوة وجذابة. بنت؟ لا ما شفتها أبداً. في حدا غيره إجا لعندكم؟ لا ما إجا حدا بعده، كله راح. على كل حال نحن آسفين على الإزعاج، يومك سعيد. شو يعني؟ ما فهمت شيء. إجا استأجر البيت ودفع إجرته وراح. مين هاد حكمت يا رجال غريب؟ ما رح نعرف شيء هون كاظم، امشي. خير إن شاء الله، العالم اليوم رايحة جاية ما في بالعادة. خير يا ابني؟ تفضل. هاندا؟ خالتي نظمية؟ مين هالرجال؟ أنا أخوك ساركان؟ أنا ما عندي إخوات، أنت مين؟ أنا ما بعرفك. تعي بنتي، رجع لك وجع الراس ما؟ شبه راسي عم يجعني، لازم روح نوم. هاندا وقف، ما بقدر، هي اختي ما بقدر. من وين انت بتعرفها لهاندا وعم تقول اختك؟ فهمني احكي لي. اجا رجال كبير اسمه حكمت، تركها وراح وما عاد رجع اخذها، بعدين مرضت كتير. شو اعمل؟ لو انت مكاني شو بتعمل؟ بتتركها بالشارع؟ خليتها واخذتها من دكتور لدكتور سنين طويله حتى صارت مثل ما شفتها. ما خطر لك تدوري على عائلتك لهالوقت؟ وليش حتى اسال؟ مو انتوا اللي تخليتوا عنا؟ وهلا بيوجع راسها من فتره للتانيه، ما بتتذكر شيء من حياتها القديمه. هي بنت كتير هاديه، تعودنا على بعض انا وياها يا ابني. الحق علي، أنا رح صلح كل هالشي وحد.
يلا أختي. وين أمي؟ جوا. صار كان جنجو اكتشف كل شيء. يمكن هيك أحسن. ليك بكفينا العذاب اللي عشناه 10 سنين. بكفي. تعبت كتير. أمي اهدي. خلص اللي بده يعرف مو مهم. أنا ما عاد فيني أتحمل. ماشي أمي اهدي. ما بقدر. خلص يا روحي اهدي. ما بقدر. بكفي هيك. نحن دفعنا الثمن. أنا دفعت وأنت دفعت. تدمرت حياتنا ابني. ماما شوفي مين جبت لك معي. معقول أنا عم بحلم؟ ها؟ هاندا؟ هاندا؟ عايشة؟ أنت عايشة؟ هاندا؟ أنت؟ بنتي عايشة؟ بنتي يا روحي. بنتي حياتي هدأ.